سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. محمود بزيو المدافع الدولي هو أحد أبرز وأشهر نجوم كرة القدم الليبية خلال فترة الستينيات التي تعد من الفترات الذهبية والزاهية في تاريخ الكرة الليبية، حيث برز وتألق مع فريقه الاتحاد وتوج معه بالتتويج الأول في تاريخه على مستوى بطولة الدوري الليبي وحمل شارة قيادته، كما تألق مع منتخبنا الوطني وقاده دوليا في أول ظهور عربي في بطولة كأس العرب بالكويت عام 1964. ولد نجم كرة القدم الليبية السابق محمود علي بزيو في مدينة طرابلس عام 1936. وفي عام 1946 بدأ بزيو مسيرته الرياضية بممارسة رياضة الملاكمة، ثم اتجه إلى مجال لعبة كرة القدم في عام 1949، حيث لعب مع جيل الحارس العملاق عبد السلام كريم ومحمد يحيى المنصوري وسلام قدري وعلي الزنتوتي ومحمد الهوني وأنيس حبيب الله وبدر الدين المحجوب وعلي زجوزي. واستمرت مسيرته الكروية مع فريقه الاتحاد حتى اعتزاله للملاعب مبكراً عام 1965. عرف ملاعب الكرة الرسمية عن طريق انضمامه إلى نادي الاتحاد، ولم يتخلى عنه إلا خلال الفترة التي تعقد أثناءها مع نادي كان بفرنسا كلاعب محترف، ثم عاد مرة أخرى إلى نادي الاتحاد وتوج معه ببطولة الدوري الليبي في نسخته الثانية للموسم الرياضي 64-65 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الهلال، وضم وقتها فريق الاتحاد حامل اللقب الأول في تاريخه أبرز النجوم الكبار أمثال عبود حارس المرمى ونور الترهولي ومحمد الخمسي وأحمد ورجب الأحول والمهدي السوكني ومصطفى التومي بقيادة المدرب الحاج علي زنتوتي. اختير ضمن صفوف منتخب الوطني لكرة القدم في العديد من الدورات والبطولات الدولية، أبرزها دورات معرض طرابلس الدولي 3 و4 عامي 64-65، حيث حمل شارة قيادة المنتخب الأول وتألق في مباريات منتخبنا الوطني في هاتين الدورتين أمام منتخبات لبنان والمغرب ومالطا والسودان، وقاد منتخبنا لإحراز المرتبة الثانية في دورة المعرض الدولية الثالثة، كما قاده للمرتبة الثانية أيضا في دورة المعرض الدولية الرابعة عام 1965 وبطولة كأس العرب بالكويت عام 1964 التي أحرز خلالها منتخبنا الوطني المرتبة الثانية ونال القلادة الفضية، حيث تألق محمود بزيو في هذه الدورة في مباريات المنتخب الليبي التي خاضها أمام كل من منتخبات الكويت والعراق ولبنان والأردن. إلى جانب باقي زملائه بالمنتخب الوطني في هذه البطولة وهم علي بعود ومحمد الخمسي وبن صويد وميلود عريبي وأحمد الأحول وعلي البسكي ونور الترهوني ومحمود الشاوش والمهدي السوكني، كما شارك في العديد من المباريات الدولية الودية الأخرى مع عدد من الفرق والمنتخبات الزائرة، كما برز وشارك مع فريقه الاتحاد في العديد من المباريات الودية الدولية منذ أواخر الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات، كما شارك مع فريق الاتحاد في العديد من المباريات خلال زيارته الودية إلى مالطا والجزائر أثناء تواجده بفرنسا، لعب أمام فرق أوروبية شهيرة من إيطاليا وسويسرا وبلجيكا وأسبانيا وغيرها، ولتفوق مستواه الفني فقد تلقى العديد من العروض المغرية، من بينها عرض من نادي تولون الفرنسي وآخر من نادي بيزا الإيطالي، إلى جانب العديد من العروض المحلية من أندية شهيرة.